دخول القوات القمعية إلى المناطق الشعبية من محافظة بابل، وملاحقة الثوار إلى ليبيا حتى ليبيا قام يطبون. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد حتى نسمعكم ونسمع آراءكم ونسمع أصواتكم، لهذا سمي صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فمن دهوك إلى من زاخو إلى الفاو تقدرون تتصلون بنا بهاي الأرقام. أما الرقمين اللي تشوفوها أمامكم الآن أسفل الشاشة من خارج العراق وأيضا من داخل العراق تقدرون تتصلون بها، فعندكم 4 أرقام للاتصال. أما هذا الرقم هذا مخصص للواتساب فقط، ما أقدر أستقبل عليه أي مكالمة صوتية أو رسالة صوتية، فأتمنى أن تكون رسالة مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. 19 آذار تاريخ اليوم، يوم أسود بكل المقاييس. العراق اليوم يعيش في أسوأ حالاته، قمع، قتل، خطف، أتاوات، سلاح منفلت، أمان منفلت، فساد، صناعة ميتة، زراعة ميتة، تربية تعبانة، مدارس بعض المناطق بها مدارس طينية، البنية التحتية مدمرة، المنتوج الوطني أو المنتوج المحلي شبه مدمر، نخيل العراق من 30 مليون إلى 10 مليون ويجوز أقل، فكل شيء العراق في انحدار. بلش هذا الشيء بهذا التاريخ قبل 18 سنة، بلش الانحدار بالعراق وبلش الفساد وبلشت السرقات وبلشت دخول من حارب العراقيين في وقت ما، تحديدا الحرب العراقية الإيرانية، ليدخل على ظهر الدبابة الأمريكية ويحكم العراق مرة ثانية. 19 آذار 2003 بلش الغزو الأمريكي على العراق. 19 آذار 2003 سماء بغداد لم تكن سوداء كأي ليلة عاشها العراقيين، أنيرت بأضواء الانفجارات وخوف الناس من الصواريخ والقصف، هلع، ما حد يعرف شنو اللي راح يصير. لكن اليوم احنا دا نعيش نتائج ذاك اليوم. فحلقة اليوم عن ذكرى الغزو الأمريكي للعراق، ذكرى الغزو الغير مبرر، هذا الغزو اللي ما بأي قرار دولي، هذا الغزو اللي بني على أكاذيب مثل ما قالوا هم، هذا الغزو اللي ساق إلى توني بلير وجورج دبليو بوش بقيادة المعارضة أو بمو قيادة المعارضة لأنهم ما يقدرون يقودون نفسهم، بتوجيه من المعارضة بأكاذيب. هذا الغزو اللي إجا للعراق مبني على أكاذيب ودمر العراق وانتهى العراق نتيجة هاي الأكاذيب، وسلم العراق بعد ذلك إلى إيران نتيجة هاي الأكاذيب ونتيجة هاي الحرب حتى نعيش ما نعيشه إحنا اليوم. فالسؤال اللي ينطرح هنا، الغزو الأمريكي على العراق شنو يمثل لكم؟ شلون تتذكروا؟ شنو النتائج اللي صارت من عنده؟ فاد العراق والعراقيين لو لا؟ وإذا فاد العراق فبشنو فادها؟ وإذا ضر العراق فبشنو ضرها؟ نتائج هذا الغزو شلون كانت؟ حققت شيء؟ هم اجونا وقالوا احنا راح ندخل الديمقراطيه وراح يكون العراق ديمقراطي وراح يكون العراق انموذج لباقي بلدان المنطقه وسيكون جنه للعراقيين، راح ترجع الكهرباء وترجع الصناعه ويعيشون العراقيين في رخاء وفي سعاده. لكن ما شفنا عراقي عايش برخاء، ما شفنا عراقي سعيد لحد اليوم دا احكي، احنا مو بذاك اليوم، خلال هاي السنوات ما شفنا عراقي مرتاح. شباب العراقي حاليا ثائر لأنه ما لاقي شغل،
ما لاقي راتب، ما لاقي عيشة كريمة، ماكو كهرباء، ماكو مي، ماكو خدمات، ماكو كل شيء. كل شيء بالعراق اليوم منتهي. يعني في لغة الكمبيوترات اللي هي لغة البرمجة 01، كل شيء بالعراق اليوم صفر، بس الفساد عندنا رقم واحد. أبو عراق من الفلوجة، حياك الله يا أبو عراق. والسلام عليكم أخوي العزيز. عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي. والله أخوي هذا السؤال لو تسأل الحكومات المتعاقبة تسألهم وتقولهم فادكم بشيء؟ نعم فادهم، هم المصلحتهم هاي، هم اللي كانوا معارضة جابوا الأمريكان واتفقوا ويا الدول على مود يستفادونهم. أي شعب المرتاح هو؟ أي شعب هذا المرتاح؟ أستاذ العزيز الله يخليك، هاي الحكومات جاية هي على مود دمار الشعب هذا الهاكل. عمي هاي المعارضة اللي كانت ترى أسوأ من الأمريكان، أسوأ من التحالف كليته. دمارنا هسه يوم على يوم، يوم على يوم. احنا هم اللي دمرونا، ذولا اللي جابتهم امريكا صعدتهم على ظهر الدبابة. اي ديمقراطية استاذ العزيز الله يخليك؟ اي ديمقراطية؟ ديمقراطية هاي الدماء هسه اللي طلعت المتظاهرين طالع يطالب بحقوقه شايل شهادة وعنده شبر يبيع شاي؟ هاي الديمقراطية هم اللي يحكون عنها؟ هذا السؤال لو تسأل لهم يقول لك اي والله احنا استفادين، احنا والله من الاحتلال الامريكي. نعم استفادوا والله، بوك شلل عصابات مافيات مشتغلين على الشعب هذا، بس ان شاء الله ان شاء الله حبلهم قصير، لان املنا بالله كبير ان شاء الله. والله ان شاء الله والله لا ينسحلون بالشارع واحد واحد، ينظموا هالناس هاي. شنو ذنب هالنساء هاي؟ شنو ذنبها؟ شنو ذنب الطفل؟ الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم ان شاء الله واللي جابهم. وانا اشكرك اخوي العزيز. شكرا 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 لك ابو عراق. همنا ويانا ابو عراق بس هالمره من ديالى. حياك الله يا ابو عراق. ابو عراق من ديالى حياك الله. انقطع الاتصال ويا ابو عراق، اتمنى يرجع لنا. منظمه المجتمع العلمي العربي نطت تقرير تقول اثناء الغزو الامريكي للعراق، يعني بالفترة اللي واقعة ما بين بدايتها ب 19/3 إلى تاريخ احتلال العراق ب 9/4، أمريكا قصفت العراق بيورانيوم يعادل 250 قنبلة ذرية. أنا السؤال اللي ينطرح هنا، لما أكو هيش تقارير، ليش ماكو مؤسسة أو دولة نصفت العراق لليوم؟ يعني لما تطون هيك ارقام مهوله، احنا شفنا قنبله ذريه واحده بتاريخ البشريه وش سوت باليابان، او اثنين ناكازاكي وهيروشيما، بس من تقول 250 قنبله ذريه، يعني الف الحمد لله والشكر العراق ما مسح. ابو اسد من الكوت حياك الله يا ابو اسد. السلام عليكم استاذ. عليك السلام والرحمة والإكرام. شلون صحتك أستاذ العزيز؟ ألف الحمد لله والشكر، أنتم شلونكم؟ اللهم يحفظكم قناة الرافدين. ويحفظك ربي يا رب. أنا أحييكم المنبر الصافي، المنبر اللي ينطق بالحق، المنبر اللي يدافع عن حقوق العراق. واجبنا أخوي العزيز. أتمنى لكم التوفيق بالمقدمة الكلام. نعم. 19/3 التاريخ الأسود بتاريخ العراق. بهذا التاريخ وبهذه المناسبة اللي نستذكرها، أعز العراقيين جميعا على هذا اليوم الأسود اللي حول حياة العراق إلى جحيم. أعاد بك سيادة المقدم البرنامج. نعم. إن المعارضة لا تقود أمريكا مثل ما تفضلت، لا تقود حتى أنفسها. نعم. صححت كلامك وأنا ممنون منك وأشكرك. حياك الله حياك الله. خير. العراق نحو الأسوأ. الأحزاب اللي تقود العراق تبحث عن مصالحها الشخصية. أبو أسد أنا ما قلت المعارضة هي اللي تقود الأمريكان، أنا قلت يعني وجهت الأمريكان في مؤتمراتهم أن العراق بأسلحة دمار شامل وأنه. ممنون منك. نعم. أنا ممنون منك وأنا أعتذر، أنت صححت الكلام جنابك. نعم. نعم.
فالعراق الى الأسوأ، واي طريق للتصحيح ماكو بواسطه هاي الاحزاب اللي مسيطره على الحكم، وما راح يصير خلاص للعراق، والعراق الى الأسوأ. العراق بفضل هاي الحكومات سجل اعلى ارقام قياسيه بكل الكره الارضيه بالفساد، بالرشوه، بالله رحمه، بالامور اللي جوع بها العراق. العراق للهاويه، وما الى العراق غير الله وانتم الطيبين والطيبين الشرفاء الوطنيين اللي خلصونا من هذه المحنه. نعم. وهاي عبر قناتكم احيي ثوار تشرين، عسى الله ينجيهم وينجحهم ويخلصنا من الطبقه اللي تحكم بالباطل اللي ما رحمت هذا الشعب العراقي. وخلال قناتكم اقول كلام للعراقيين، كهرباء بهذا الصيف ماكو، ادويه ماكو، لقاحات ماكو، كل شيء ماكو، المهم اكو احزاب. وبالعافيه على العراقيين، وعسى الله يحفظكم قناه الرافدين. شكرا حياك لك. حياك ابو اسد، شكرا جزيلا لك. ابو نمر من الموصل، حياك الله يا ابو نمر. تحيا ودوم، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. شلونك؟ هلا بيك اخوي. اخوي العزيز، بالنسبه للعراق، نعم، ايران هي تحكمنا. نعم. ايه نحتاج لها، ايران هي دمرتنا. هل هو لو خلينهم يقول شلون بشرشوب هيك بس عند ولا هي ايران، هي ايران هي تحكم العراق، هجرونا يعني، هاي عندنا شغل. طيب ابو نمر، يعني ذكرى غزو امريكي للعراق شنو تمثل لك وللشعب العراقي؟ هو الخراب كله، الخراب خراب هي انقطت مجال الايران تقريبا، يعني ضربت على العراق. نعم. الو. نعم. الو. وياك اخويا. هي امريكا، هي امريكا مراسة الحي، امريكا هي اللي قلت انه ايران وما ايران، واحنا واقعين بها ولد الخايبات. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. هاي بروح اشوف السجون، اشوف السجون تقول ماكو، ماكو احد، ماكو احد يعني بغي بالشارع. ليش؟ وحسبي الله. شكرا 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 لك ابو نمر. تقارير موجودة على الانترنت تتكلم عن مآلات الغزو ونتائج الغزو واللي صار بالعراق. اكو نقاط تكلمت عنها هاي التقارير، من ضمنها المتغيرات اللي عاقبت بدء الغزو الامريكي على العراق، منها ابعاد العراق عن الساحة الاقليمية والدولية، منها حل الجيش العراقي واخراجه من المعادلة العسكرية بالمنطقة، منها تفكك العراق مذهبيا ومجتمعيا، منها فساد أتى على مقدرات الدولة العراقية ونهب ثرواتها. فإذا تجون على هاي النقاط اللي نتكلم عليها، إبعاد العراق عن الساحة الإقليمية والدولية طبعا، لأنه دي يتكلمون عن نقاط أنه العراق كان بلد مستقل سياسيا، يقدر أنه مو يتدخل، أما أن يكون حاضر وموجود في مشاكل الوطن العربي. أما اليوم العراق مقادر على حل مشاكله في هذا التقرير، فبالتأكيد لن يستطيع أن يحل مشاكل أخرى. حل الجيش العراقي وإخراجه من المعادلة العسكرية بالمنطقة، كنا نعرف القرار اللي اتخذه بول بريمر، أول ما أعلن أو أول قرار اتخذه لما كان هو حاكم مدني للعراق بعد تعيينه بيوم، حل الجيش والمؤسسات الأمنية، جيش وشرطة وأجهزة ومخابرات واستخبارات، انحلت كلها، جابوا لنا جيش ما نعرف من وين. النتيجة شفناها بال 2014 لما طبوا تنظيم داعش الإرهابي لمناطق العراق، تفكك العراق مذهبيا ومجتمعيا، ما عرفنا المحاصصة والطائفية إلا بعد الغزو الأمريكي، ما كان الشعب العراقي يعرف أو يتعايش في هذه القضية. الشعب العراقي طول عمره متآخر ومتآصر، حتى في تقريرهم اللي كاتبيه الأجانب كانوا يأكدون على هذه النقطة. الفساد، مش نحكي على الفساد، حتى نحكي نبدي من أول تقرير، من أول بوغة، من وين نبدي؟ الآخر بوغة للمشاريع الوهمية، للبنى التحتية المنتهية، للسرقات،
المباني اللي دا تنحرق او تروح بها، لموازنات مدى تعطى للشعب العراقي، لرواتب، لكل شيء. ايش نحكي عنه؟ ابو حسن من بغداد حياك الله. مساء الخير استاذ. هلا بك غاتي. الله يعزك يا رب يا اخي. ويعزك يا رب. استاذ مؤلفات بول برايمر قال نعم. أنا لمينا دول كلهم من الشتات اللي ارصف الناس المتسولين تظلم الشعب العراقي. اذا تقول دول معارضه، دول حفنا من اللصوص والقتل لبتهم امريكا الى بلاد الرافدين. نعم. تشوف شوف الحشيش والقتل والتهجير، حقوق الناس ماكو، والنساء الماجزات بالسجون. شو تتكلم يا استاذ؟ تم اخواننا بالجنوب قايمين عليهم ثورة 20 او 20 يا استاذ. مين بلد تباح من الميليشيات والقتله والمجرمين تظلم الشعب؟ اذا تقول دول حكومه او دول متسلطين على رقوب الشعوب الفقيره. بس لا حول ولا قوه الا بالله يا استاذ. استاذ احنا بالثمانينات والتسعينات من يعرف الحشيش والمخدرات يا استاذ؟ الله يخليك. هسه الشباب هاي كلها تتعاطى المخدرات. وين اكو بلد كان بلد العراق انظف بلد بالشرق الاوسط بالعالم ما في مخدرات ولا حشيشه ولا قتل ولا تهجير يا استاذ؟ فذول امريكا لفتهم جابتهم قالت لهم تفضلوا. الفاقد الشيء لا يعطي يا استاذ. بالنسبه لذول ما عندهم لا ولا للوطن، جابوهم تخريب الوطن، تخريب النفوس العراقيه يا استاذ. الله يرضى عليك. نعم. الجيش العراقي كان خامس جيش بالشرق الاوسط. دبوا علينا بلاء هيروشيما كازاناكي بالاربعينات ضربتهم امريكا، امريكا ضربت اكثر ما ضربت اليابان بالحرب العالميه الثانيه باتجاه العراق يا استاذ. بس الحمد لله اكو ان شاء الله الناس الطيبين الخيرين مثل جنابكم جناب المستمعين. نعم. ان شاء الله ينزاع هاي الغمه عن هالامه هاي الناس المتسوله جابتهم امريكا وايران. استاذ بشرفي في مقدساتي البلد ما حد يحكم غير الميليشيات في ايران. ترى واهم اذا واحد يقول اكو حكومه عراقيه في بغداد. واهم تفهم لو ما تفهم؟ نعم. تفهم يا استاذ؟ نعم. هذول كلهم كفرات مخليتهم ايران. كفرات. الله وكيلكم محمد كفيله. ناس مرتزقه جابتهم والله سبحانه وتعالى الشعب العراقي وقاعد نعم بيهم. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو حسن. ام علي من ديالى كان المفروض تدخل ويانا بس انقطع الاتصال وياها، اتمنى ترجع لنا. اما الان من البصره كاظم، حياك الله يا كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا افتح البرنامج مال دواك. انت على الهواء مباشره اخوي. اخوي عليكم ورحمه الله وبركاته. بس اذا امكن لي اخ كاظم تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى اسمعك افضل. انه يقولون ايران وايران، انا عراقي واشرف بايران. نعم. ايران هل ما ادب اللوم على العرب وامريكا هم اللي دمروا العراق؟ اخويا بس اذا امكن نصي لي صوت التلفزيون دا اسمع افضل، لا ما دا اسمعك زين. دقيقه على ايران. يعني بالبرلمان هم عراقيين. ايه هم انه ايران كي يعني العراق عراقيين صح ولا لا؟ زين احنا نفس الوقت ما حاسبنا صدام عندما غزوه، ليش ما قاوم؟ ليش ما انت نفسه في قيمة معينة تقول انه حلوية. اخ كاظم موضوع الحلقة مو دا نتكلم على الانظمة. اخ كاظم نظام السابق نظام صدام شي وراح، احنا دا نحكي الغزو الامريكي ونتائجه، هل نتائج هذا الغزو كانت جيدة للعراق لو لا؟ لا ما أقول لك مو جيدة. أمريكا هي تريد أن تدمر العراق. بس أمريكا؟
الصوت بدا يقطع اخي ما دا اسمعك زين. امريكا ظالمه، امريكا قبيحه، امريكا مو فشوادم، مو فشوادم، انا اقول لك مو فشوادم. زين هي بس امريكا تريد تدمر العراق؟ الصوت مو واضح، انا اعتذر منك اخ كاظم لان دا يتقطع كلش الصوت، والمشكله مو من يمك اكيد، المشكله هي شركات الاتصالات الموجوده بالعراق والفساد اللي بهاي الشركات. شكرا جزيلا لك يا كاظم. علي من الموصل حياك الله يا علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. على مود الموضوع مال الغزو الامريكي. اي نعم. وطبعا الغزو الامريكي لو باقين على الغزو الامريكي احسن. شلون يعني؟ لان احتلنا. انا اقول لك شلون، لان هسه طلعت لنا ميليشيات قتل ما قتل نهب. ها يعني انت قصدك تقصد لو باقين على ميركان مو على الغزو؟ اي 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 لا لو باقين على صدام احسن، بس هم الامريكان شو الامريكان؟ هسه جتنا تجينا ميليشيات قتل و زين. شلون يعني لو باقين على الغزو الامريكي افضل اخ علي؟ لا مو الغزو، لو باقين يعني على نظام صدام احسن. أه. بس الغزو طبعا الامريكان عندهم الثانيه، بس احنا ربع الامريكان ما عندهم الثانيه. يعني انت حتى اذا تسوي اضراب ظلي في المسجد عادي مو يتقبلونها منك، بس انا يعني ذولا ماكو ما يسوون يا اضراب يا تفضل بالقصه وروح. زين انت تقول لي اخ علي، انت تقول لي ان الامريكان عندهم انسانيه، تدري الاحصائيات الاولى لخسائر البشريه بالغزو الامريكي اللي صار ب 2003 ايش قد؟ تعرف من 2003 ل 2006 655 الف عراقي ماتوا نتيجه هذا الغزو. تعرف من 2006 لحد شهر 9 2007 صاروا مليون. تعرف بال 2008 زادوا مليون ثانيين. يعني بسبب الامريكا. يعني هاي احصائيات موجوده جوا ايدي، يقول ست ارقام لا يجب ان ننساها عن غزو امريكا للعراق. اولها مقتل واصابه ملايين العراقيين. بس هسه عنا هسه ماكو كتل، هاي من جانب داعش وما داعش، هاي منين هذه؟ هاي ازود من الامريكان من كتل. هسه ماكو احصائيات هسه على اجل اي يعني من 2014 هسه احنا 21 او لا لا 20. اذا اكو احصائيات خلي يشوف ايش قد اكو ناس مشتوله، يعني عبروا حتى الغزو مال امريكا. نعم. وممنون لك واشكركم على هذا البرنامج. العفو العفو اخوي عزيز، شكرا شكرا لك اخ علي. الاحصائيات اللي موجودة على الانترنت نقدر كلنا نطلع عليها، ملايين الأرامل وملايين الأيتام وملايين المعوقين وملايين المصابين وملايين الأشخاص اللي فقدوا أطراف نتيجة هذه الحروب، وما توقفت أنه من 2003 بلشت ب 19/3 ب 9/4 احتلوا البلد وتوقفت الآلة العسكرية. اليوم لليوم الطيارات الأمريكية والدبابات الأمريكية والمدافع الأمريكية ترى موجودة بالعراق، شاركوا ترى ما تسمى بمعارك التحرير، شاركوا ترى هم بها. المهم قبل ما نكمل البرنامج خلونا نتابع هذا الفاصل القصير ونرجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام. قبل ما نكمل الإحصائيات اللي موجودة جوائدنا بالتقارير اللي كتبوها الناس حول مآلات وآثار الغزو الأمريكي للعراق، عندنا أم علي من ديالى. حياك الله يا أم علي. أم علي على موضوع غزو الأمريكي العراق. نعم. جابنا إياها، جابنا إياها العملاء، العملاء اللي ما عندهم غيره اللي يجوي على ظهور الدبابات. نعم. وحسب الله ونعم الوكيل ما شفنا غير الهجران والهجمان البيوت وحرق البيوت، وولدنا خطوهم وقتلوهم عمر الورود بصف خامس ابتدائي، العم ابو زوجي نزمه وقتلوه. ايش شفنا؟ قالوا لنا راح تجي الحريه، ننطيكم حقوقكم، ننطيكم فلوس النفط. وين النطانيه؟ العملاء الايرانيين المجوسيين، راح الاسود، راحت الاسود وجونا الواويه، كانوا يجدون بالدول يبيعون مسابح، صاروا قاعدين عشرات ويحكمونه. والله مو هم يحكمون، هم قاعدين مجهريات يحكمون ايران وربع ايران، وايران تلعب بينا طوبه، وعلى المظاهرين وعلى ولدنا، وبيوتنا احترقت على روسنا، ولدنا راحوا من حدنا. ليش هذا الظلم؟ ليش؟ حسب الله ونعم الوكيل عليهم. عم نريد فلوس احنا، عم نريد الامان، عم نريد الامن، نريد الحكم العادل. حسب الله ونعم الوكيل، والله ان شاء الله ينصركم، وان شاء الله ينصرنا، وان شاء الله نخلص من بلاءهم بجاه نبينا محمد ووالي محمد، وينصر العراقيين ان شاء الله كليتهم. نعم. اللي برواسهم غيره، وينصر قناتكم الشريفة تحكي الحق والحقيقة. وأنا أشكرك وجزيل الشكر، قلبه محروق يوم الأسود، يوم الأسود ذاك اليوم الغزونة به، ما بشي دمع، والله بشي دمع، أبشي دمع. يقولون ليش تبكي؟ أقول لهم يا بس راح صدام، ما تمشي على صدام، ألف رحمة على روحه، بس ما تدرون ايش راح يصير بالعراق. يا قال شيء رجلي على من سبتتين، بالعفو العفو على دايت على سبتتين، بس اشي رجلي يطلع عنكم الجريدية والفارات، يا كلامكم هم هذول الحرامية والجريديات. نعم. جريدية. شكرا لكم علي من ميسان نجم. حياك الله يا نجم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني على الشعوب يحشون الحروب، يحشون على القبل اللي صارت. أنا ما أعرف، أريد أعرف الخلل وين، ما أعرف. يعني هنا أنا في على إيران، والحمد لله إحنا لحد الآن ما هسه أريد أعرف شنو دولتنا، ما أعرف أنا شنو. هذا يحكي هيك يحكي هيك، يعني احنا لحد الان ما عرفنا شنو، ما عرفنا ما استنى احنا غري. يقول هيك، هذا يقول انا فرح معنا صدام، يعني صدام شنو سوى؟ شنو اللي قدمه للشعب وشنو اللي جابه؟ خلصت الناس حروب ودمرنا وهلكنا وما نعرف احنا مصدرنا وين. اخ نجم ما يصير يا اخي، اخ نجم يا اخي الا اخ نجم اذا تسمعني، احنا دا نحكي عن الغزو الامريكي للعراق اللي انبنى على كذبه ونتائجه. انا وياك ونتائجه وياك. بس احنا العراق والله يصير يعني هذا الحكي. انت من تطلع تحكي قاعد تتكلم، من تتكلم المصادر كلها قاعد العراق يشوفك، الدول تشوفك، يا اخي ما يصير. يعني شنو اللي ما يصير اخ نجم؟ شنو اللي ما يصير اخ نجم؟ ما يصير حبيبي. شنو اللي ما يصير؟ ما يصير يعني شنو؟ يعني يحكون على يعني
صدام يترحم على يعني ما يصير يقول لك يترحم على صدام، شنو صدام يترحم له؟ أخي العزيز هذه حرية شخصية للناس، أنا ما أوقف قدام كل شخص وأقول له لا تحكي. أنا اللي بس اسمعني أخ نجم، اسمعني أرجوك، اللي يتعدى واللي يتجاوز نوقفه عن حده، اما انه اترحم على شخص ما اترحم على شخص هذا هو حربي. احنا دا نحكي الغزو الامريكي ونتائجه، هذا الغزو فاد العراق لو ما فاد العراق؟ انت شو تقول؟ الغزو لا ما فاد العراق، شنو فاد؟ هذه ملك، هذا موضوعنا، هذا موضوعنا، فلا تاخذنا الغير موضوع. الان احنا الدول دول دار ما دارنا، الدول كلها ما تريدنا، مو من صالحنا، مو من صالحنا. تمام، ألف رحمة على والديك وشكرا جزيلا اللي جاوبتني، شكرا لك أخ نجم. أبو علي من واسط، حياك الله. مساء الخير لحضرتك، مساء الخير للجمهور. مساء الأنوار أخوي العزيز. إحنا ما نريد نقارن، يعني لو أتمنى من الأخوان اللي متصلوا ما قارن نظام سيء بنظام أسلم، هم كلهم سيئين. نعم. العراق عانى من عندهم، لكن الآن هو أسوأ. نعم هو أسوأ، يعني الغزو الأمريكي صح هو خلصنا من نظام دكتاتوري، نظام الحزب الواحد، النظام المتسلط، أصبحت نظام منطقة واحدة، لكن هل هذا النظام هو زين؟ لا طبعا أكيد مو زين. هم صحيح يدعون الديمقراطية، لكن ماكو ديمقراطية بالبلد. هم ما يعني الواحد إخوان يقول إحنا يعني شنو هذا، إيش قاعد يصير بالعراق؟ مثل اللي أنت جبت لك خشب وانطيته الواحد مو نجار، بس يقفز بالخشب تايها لا شبات لا شرشوبة لا باب سواني، بس قطع الخشب وكل شيء ما استفدنا من عنده. فلذلك اليوم نقول هذا الموجودين حاليا يعني أمريكا اليوم احنا المفروض الشعب العراقي يقول المسؤول الأول والأخير أمريكا عن اللي يصير. يعني أمريكا اليوم من قتل الشعب العراقي بمرأة ومسمع العالم بالتلفزيون قتله، صدام كان يقتل بيهم يختلهم يقتل بيهم، لكن اليوم لا، قمص موجود والناس تشوف المسؤولية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. فالنظام هذا الموجود هو نظام عزز الطائفية، العراق ما كانت فيه طائفية. النظام هذا الموجود أخلع العراق من الأخوة المسيحيين بالبلد، أخلعهم من أي قوميات أخرى وطائفية، اليوم صار بس عرب وأكراد، الأكراد متوليهم من هناك والميليشيات متوليهم من هناك. اليوم النظام هذا الموجود عند السلطة بالسلاح، خلى اليوم المثقف والخبير والأستاذ الجامعي ما يقدر يحكي. هذا كان النظام هذاك مكمل من الأفواه، هذا أزيد على الأقل. صح هذاك النظام به أشياء زينة، وهذول ما عندهم شيء زين. بسبب منه؟ بسبب الغزو الأمريكي اللي أساسا ما مخطط إليه. هم أجوا الأهداف، الأهداف يسيطرون على هذه المنطقة، يزرعون عدو جديد بالمنطقة حتى يوجهون نظر العرب أنه عدوهم إيران، وهم جاي يشتغلون مع إيران ضد العرب. هذا اللي يشوفه اليوم. هذا النظام العراقي الموجود هو من صالح إسرائيل. اليوم استبيح الأرض الفلسطينية، صار عدو العرب من اليوم مو إسرائيل، صارت ساعة إيران. هو إيران من زمان عدو العرب. من اللي بدأ الحرب العراقية الإيرانية؟ من اللي بدأ بعمان الحرب؟ من اللي بدأ بالبحرين؟ من اللي بدأ بسوريا أساسا؟ هو النظام الإيراني. والولايات المتحدة الأمريكية ساعدت على هذا الأمر والغزو. هم كان عندهم تنظيمات إرهابية موجودة بالخارج جمعوها كلها بالعراق. يعني معقول الاستخبارات الأمريكية ما عرفت تنظيم داعش شلون دخل العراق، ولا تنظيم القاعدة من البداية شلون دخل العراق؟ يعني ما تدري به؟ لا أمريكا كل شيء ماكو إذا ما درت به. ولا شلون هم أساسا تواطئ مع المالكي صلحوا داعش؟ الجيش العراقي خل عاد سلاحه وطلع والهجم. من اليوم اللي حاسب المالكي؟ مو يقولون نظام ديمقراطي؟ يلا حاسبون المالكي يسلم بلدي يا داعش. داو انه مصيبة يريد دربة، يقول انت لازم نعدل السياسة العراقية. هي وين السياسة العراقية؟ مين الدول تحترمنا؟ بلد مستباح من كل مخابرات العالم، ما عندنا مخابرات. اليوم ايران تتحكم برئاسة الوزراء، تركيا تتحكم برئاسة الوزراء، السعودية تتحكم برئاسة الوزراء، يعني مستباح حكمنا مو بيدنا. أما هذا النظام الجديد أمريكا جابته وغيره، أما يقارون النظام صدام وغيره، لا ما فيش حكي. أشكرك استاذات العين. شكرا لك أبو علي. أبو حسن من بغداد، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي هاي كلها من بدايتها مؤامرة دولية على العراق.
شاركت فيها بعض الدول، بعض الدول. العراق كان يعني هو القوة يا بعض الدول اخي ابو العربية. حسن تحالف، تحالف 60 دولة طبت لك. نعم 60 دولة من 192 دولة، نص نص العالم أبتعبك. تقريبا أفتابك هي مؤامرة كبيرة. نعم يعني الدول ربيت العراق يعني يصير دولة قوة لخدمة العرب. نعم يعني هاي صارت المؤامرات من قبل الثمانينات، دخلوا العراق بحرب مع إيران، إيران قامت تعتدي على المقرات مال الحدود، القصور بالمال المستنصرية، فندق السدي الفجرو، سفارة مال بيروت، يعني شغلات هواي سوتها إيران ومباركة أمريكا وإسرائيل. أنا عندي قناعة شخصية طبعا ما دون العراق يعني يقوى وينمو ويتعزز بثقافته وعلمه ومعرفته، واكو بعض الناس ما تفهم هاي الشيء هذا، يعني اكو ناس هسه متصلين ما يعرفون شو اللي يحسون، يعني غيمه غيمه بعيونهم. العراق كان اساس للامه العربيه، حامل بوابه الشرقيه، فهو ما يريدون العراق ينمو ويقوى في سبيل يحافظ على المجتمع العربي، ولذلك كلهم متامروا عليه. يعني هسه لو يعرفون العراق الناس اللي ما يحسون بالشغله، الامريكان يعني قاموا يسوون العراقيين اهداف، انا شفتها بالتلفزيون بالطرق ويرمون عليهم ويسوون اهداف، سيارات تمشي ويضربون عليهم ويقتلون الناس. هي هذه الديمقراطيه جابت امريكا، جوعت الناس وجابت لنا حثالات الكون، وين ماكو واحد حاير بالشوارع نيويورك تلقيه بالمزابل جوا العمارات ينام او بالشارع، وجابوه يحكم العراق. العراق جت جوا عليه ناس ما يفتهمون معنى السياسه ولا عراقيين اصلا، لان البلد لما يجي اساله بده يسوي انقلاب على دوله او على شخص، ما لازم اكون انا احسن من عنده. عشان هذول جابوا طائفيه، الطائفيه عمر العراقيين ما عرفوا شنو الطائفيه، ولا قال هذا شيعي او سني او كردي او مسيحي او تركماني. بس هم جوي على وتر الطائفيه وخلوا الشعب يتناحر بينه ما بين نفسه. هذا اللي دماغه طفي يتبع فلان، هذا يتبع فلان. فالعراق هسه يعني صار مكب للنفايات اللي جت من خارج العراق، وصار اللي صار. يعرفون العراقيين كم امراه اختصرت بالسجون، يعرفون الناس كم امراه اختصرت بالجنوب او بالشمال، هاي كلها مليش مليح يعني ما يجي يعرفوها او يتناسوها. يعني ما امراه تختصر، امراه تدخل بالسجن بتهمه كيديه، شخص يدعى عن حقه بالمظاهرات ينقتل. نعم هاي كل المفروض العراقيين يفهموها. ناس حصه تموينيه ماكو، نفط ماكو، غاز ماكو، كهرباء ماكو، وهذا الفهداوي يقول لك شلون تستخدمون الجيزر؟ شوفوا العقول التعبانه اللي ما تعرف قوة بلد. فالبلد هذا مو ذولا، مو حكام عراقيين ذولا، ذولا حثالات الكون جابتهم امريكا واسرائيل وايران. على اي وقت باي زمن يتصور العراقي بين ايران تحكم العراق؟ ما صار يعني العراق هذا حكمه أهله. شوفوا تاريخ العراق، العراق اللي ما يحكم البلد يبني، بس هذول ما يجي خراب. تعرفون كم 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 وزارة احترقت مال الحسابات مالتها؟ البنك احترق، الضرائب احترقت، الصحة احترقت، وين ماكو طابق مال الحسابات ومال شغلات يعني حسابية. نعم هم هذول كلهم لصوص مرتزقة جاي الغرض تدمير العراق. نعم وانا نعم. انا والله عندي حكي هواي بس عمود المتصلين الجايين. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو حسن. الدراسات اللي موجوده والارقام الموجوده ان يعني الخسائر البشريه كافه الدراسات تؤكد انه 1,655,000 مواطن عراقي اضافه الى ملايين المصابين والجرحى ونتيجه الحرب او الغزو الامريكي على العراق. بس اذا اريد نحسبها القوات الاجنبيه اللي غزت العراق، امريكا القتلى من قواتها 4,000، بريطانيا 140، ايطاليا 33، اوكرانيا 18، بولندا 17، بلغاريا 13، اسبانيا 11، دنمارك 6، استراليا 2. اذا جمعوهم كلهم 4,240 واحد. 4,240 واحد، العراق نطى مقابلهم 1,655,000. هاي نتائج الغزو الامريكي حد عام 2009. عفوا لحد عام 2017.
والتفجيرات والخطف والقتل اللي صار وراء 2017 وإحنا بال 2021 والمولات التجارية اللي تفجرت والمجازر اللي صارت على يد الميليشيات هواية. يعني هم نطوا 4220، إذا نحطها نسبة وتناسب كل واحد من عندهم نطى العراق مقابلة 100,000 وأكثر. إذا أريد نقرأ الأرقام اللي كاتبيها، أكو تقرير كتبه كاتبين كاتب الصحفي نيكولاس بي جي اس ديفيز حول الآثار المترتبة على غزو العراق، يقول أول شيء ملايين القتلى والمصابين، ثاني شيء ملايين النازحين العراقيين ومخيمات النزوح هواية، والعراق يعني ما شهد موجة نزوح واحدة. عندكم الغزو الأمريكي بال 2003 صارت بموجة نزوح، عندنا 2014 وقضية تنظيم داعش الإرهابي وشون دخل للعراق، شون وصل للمناطق، الجيش اللي هرب ما ندخل بيها، لكن صارت موجة نزوح ثانية. بعض هؤلاء رجعوا إلى مناطقهم وراء تحرير مدنهم، لقوا عبارة عن قياعين البيوت مهدمة بيها وبيوتهم صايرة خرابة، صارت موجة نزوح ثانية. وأكو موجات أخرى صارت في أكثر من منطقة نتيجة التغيير الديموغرافي اللي تقود إيران بالعراق. ثالث نقطة يقول انتحار المزيد من قدام المحاربين الأمريكيين في اللي شاركوا بالحرب على العراق. النقطة الأخرى إهدار تريليونات الدولارات. هاي النقطة إذا نريد نسوي عليها حلقة ونحسب الميزانيات اللي أقروها، أكو ميزانيات ما أقرت، أكو ميزانيات ما أكو لها كشوفات ختامية ولا أكو ميزانية مقررة أو معدة فيها، بس إذا نريد نقرأ هاي الأموال حسبوا أنتوا فقط في حكم المالكي تقريبا 1,000 مليار دولار. الحكومة العراقية حسب التقرير المختلة وظيفيا والفاسدة، يقول النقطة السابعة العودة إلى قانونية الحرب على العراق فهي غير قانونية. النقطة الثامنة الأكاذيب بشأن غزو العراق أفسدت الكثير من الديمقراطية في العالم. النقطة التاسعة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب المنهجية، وعدكم بلاك ووتر تقدرون تشوفون اللي صار بيها. 10 تدمير البيئة. آخر شيء سياسة فرق تسد اللي صارت بالعراق والطائفية. أبو محمد من السماوة حياك الله يا أبو محمد. الله محييك أستاذ، أكل سلام عليكم، شلونك أستاذ؟ أهلا بيك أخوي. تحية لك ولقناة الراشدين البطلة. حياك الله أخوي العزيز. تمر علينا هذه الأيام ذكرى أليمة، وهي ذكرى احتلال العراق وغزوه من قبل قوى الشر والظلام، قوى الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. والتي دمرت العراق ودمرت نسيجه الاجتماعي وبنيته الاقتصادية. نعم. وكل ما يقال قليل في هذا المجال. أمريكا دمرت العراق بشكل كبير جدا وزرعت التفرقة بين أبناء الشعب ودمرت البنى التحتية وجاءت بهذه العصابات والأحزاب اللقيطة التي ساهمت بشكل كبير جدا في إضعاف وتدمير الأواصر الاجتماعية بين أبناء المجتمع الحقيقي، وبالتالي كانوا هم المغذي الرئيسي للطائفية في فترة من الفترات، ولا زالوا على يعملون هذا الشيء. أمريكا سهلت الطريق لإيران أيضا، العد الأكبر للعراق، العد التاريخي والأزلي الذي وسمحت أيضا أن يتدخلون بشكل مباشر. نعم أبو محمد، أنا أعتذر منك
كثيرا، لكن صدقا الوقت ما بقى عندي وأريد أقرأ رسائل الواتساب اللي وصلتني. شكرا جزيلا لك أبو محمد. أول رسالة وصلتني: السلام عليكم، أنا أخوتكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، وحدة سما لا أعرف عنهم أي شيء، وكل ما أروح ما يعطونا الصدق، وزوجي مريض غدد سرطانية وأولادي صغار بالعمر، وما عندنا غير الله، وهم ما خلينا مكان ما رحنا عليهم، وين وعود مصطفى الكاظمي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم أخي أفل، تحياتي، عاشت إيديكم على هالبرنامج الحلو يا قناة الرافدين، ومشكورين. أرجو قراءة رسالتي، حميد بداي الخراساني، حياك الله أخ حميد. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك إحدى الطالبات كلية الأهلية، نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى وزارة التعليم العالي، يريدون من طلاب وطالبات فتح كاميرا أثناء الامتحانات. والله أستاذ أفل صعبة بالنسبة للطالبات، والله خلهم طلاب حالة غلق، يعني طلاب هم عليهم كورونا، احنا شنو ذنبنا؟ مناشدة من احدى الاخوات، اتمنى يسمعوها المسؤولين. السلام عليكم، ابو حاتم من الموصل، تحية طيبة. العراق بحرب من عام 72 بعد تأميم النفط العراقي من يد الشركات الاحتكارية الاجنبية التي كانت تسرق النفط العراقي ويرسل الى الغرب بثمن بخس. ضربت مصلحة الغرب في هذا الانجاز عملاق، فقام الغرب بالمقابل بتجنيد هذه العصابة والمافيا والعملاء ضد العراق، ولم يحقق مخططهم وانتقلوا إلى صفحة أخرى. أدخلوا العراق في حرب ضروس 8 سنوات مع جارة السوء والشر إيران، إيران الخميني، وخرج من هذه الحرب منتصرا، ودخل الغرب بالمباشر حرب مع هذه العصابة، عصابة الخضراء وإيران الشر بالمباشر، وحصل ما حصل. تم تسليم العراق لإيران على طبق من ذهب، وهؤلاء السفل الفاسدين في الخضراء من قبل الاحتلال قرة عين العرب، والحرب مستمرة. كروفر والنصر حليف الثورة والشعب العراقي، عاجل أم آجل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي العزيز. خي والله يحصل لي أن أشارك بالبرنامج بس ما حصل، وشبكة في العراق تشبه حكومتها، ليش يا عراق هيك شبابك وبناتك؟ والله مثل الشياطين، حيرونا على شنو نداعي؟ على أقل مطلب واحد، واللي هو الوطن. والله عظيم برنامجكم هو اللي مصبرنا على إفراق الوطن. أم سجاد: السلام عليكم، من عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة. أنا عراقي، لكن عندما أرى وحشية الأمريكان أتذكر أن الفلسطينيين عانوا قبلنا، لا فرق بين معاملة الأمريكان لنا ومعاملة الإسرائيلي لفلسطين، الخزي والعار لمن امتلك العالم بامتلاك بلده، أسلحة دمار شامل، وأتى على ظهور دبابات أمريكية ليحكم العراق أنه المالكي اللعين. السلام عليكم أخي أفل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر على الظالمين. كان إيران على الأمريكا، على الأحزاب السياسية وعلى السياسيين اللي دمروا العراق بعد أكثر من هذا، اشتردون دمرتوا العراق، الله ينتقم منكم. رسالة أخيرة أقرأها: السلام عليكم، بعد التحية أرجو من الناس أن تتكلم عن حرب بعد 2003، تكملت لحرب إيران 8 سنوات، كم سنة ذيول إيران وضعوا العراق بدوامة الحرب، وعلى النت والفضائيات نفس الكلام يكرر أن العراق هو من حارب. أما الكويت، أخطأ العراق بالحرب ومدتها قصيرة 6 أشهر، ولحد الآن العراق ابتلي لردع حرب أطماع بعد أن كانت 8 سنوات ووقف مدودها ولن تنتهي، ونحن في عام 2021 وكل هذا يتغاضون عن إيران. مشاهدينا الكرام، الغزو الأمريكي بلش بهالتاريخ قبل 18 سنة، والحرب بلشت فجر هاليوم هذا أو فجر هالليلة هاي قبل 18 سنة. قبل 18 سنة العالم عاشت بقلق بالعراق، والناس كانت خايفة، خسرنا ما خسرنا، وأزهقت أرواح وراحوا ناس هواية جوا التراب. السؤال الأهم، هذا الغزو فادنا لو لا؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة بموعد جديد. باشر، في أمان الله.